يعني عندنا أسئلة كتير ودردشنا شوية قبل الهوا في الأسئلة دي وإزاي ممكن نحلها. كان منها الناس طبعا اللي بتطمن على نفسها وعلى الاختلاف اللي حصل ده وتوحيد القوانين في قانون واحد، يعني هيعرفوا ياخدوا المزايا مثلا اللي فاتت، حياتهم هتبقى يعني زي ما هي. إيه هو القانون الجديد؟ هو اولا حضرتك طبعا بشكر حضرتك على المقدمه اللي بدات بيها، لان واضح منها ان حضرتك طلعتي على المشروع بتاع القانون اللي اقره مجلس النواب. لكن انا عايز اوضح بس احنا ليه عملنا قانون جديد. ايوه الهدف. الهدف من ان احنا عملنا قانون جديد، احنا كانت عندنا العديد من المشاكل اللي بتهدد نظم التامينات الاجتماعيه القائمه حاليا. اول زي ما بيقولوا مشكلة عندنا كانت التشابك المالي مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي. رتبت دي مديونية حوالي ما يقارب من 900 مليار جنيه، منهم التزامات على الخزانة العامة، ومنهم حاجات نتيجة الزيادات السنوية، ومنهم نتيجة ان انا بنك الاستثمار القومي قانون انشاؤه بينص على ان هو فوائد اموال التأمينات تروح لبنك الاستثمار القومي، بجانب ان في عجز اكتواري في النظام القائم حاليا بيقدر بحوالي 202 مليار، ادى لنوع من انواع التشابك. التشابك دون كنت انا المفروض كنظام تأمين اجتماعي باخد عوائد استثمار، عوائد الاستثمار دي كانت متدنية، يعني عوائد الاستثمار بره يعني بتتجاوز فوق يعني بتوصل لحوالي 15 و16%، في حين ان انا كنظام تأمين اجتماعي بنك الاستثمار القومي كان بيديني عوائد على الأموال بتاعتي ما بين 9 و11%، وكان بيديني الفلوس دي ما بدنيش كاش، كان بيرسملها على أصل المبلغ أصل الدين وبيحسب عليه فايدة من أول وجديد، بجانب إن أنا في تشابكات مع وزارة المالية، التشابكات مع الخزانة العامة، التشابكات دي كانت مؤدية إن أنا في عندي بصرف أنا نيابة عن الخزانة العامة زيادات المعاشات والالتزامات بتاعت الخزانة العامة قبل النظام، والمبالغ اللي كنت بصرفها كنا في نهاية كل سنة بنقعد ندققها، دققنا حوالي 367 مليار، وفي حوالي 216 او اكثر من 216 مليار لم يتم تدقيقهم. الاموال المدققه كنا بناخد عليها عائد استثمار في البدايه، الخزانه العامه كانت بتطلع صكوك لصالح التامينات كانت بتدي عائد عليها 8%، ارتفع ل 9%. كل المشاكل دي كانت السبب الرئيسي في ان النظام كان في مشكله في الاستدامه الماليه الخاصه بيه. تاني حاجه كان عندي عجز شديد مالي واكتواري نتيجه ان انا الاموال بتاعتي كلها مديونيه، والمديونيه دي باخد عليها عوائد استثمار قليله، فكانت دي المشكله الاساسيه. عندي مشكله تانية، مشكله التهرب التاميني. التهرب التاميني الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص، في بعض الناس او بعض اصحاب الاعمال في القطاع الخاص ما بتامنش على المؤمن عليه بكامل اجره او ما بتامنش عليه نهائيا. كان عندي برضو مشكله تانية مخصصه بارتفاع نسب الاشتراكات، كان بيعاب على نظام التامين الاجتماعي الحالي ان نسب الاشتراكات بتاعته تعتبر نسب عاليه. بيعاب برضو على النظام الحالي ان المعاشات فيه قيمها متدنيه. كان ده السبب الرئيسي ان احنا لازم نبتدي نشتغل ونعمل مشروع القانون الجديد ده. بدأنا في سنة 2014، حددنا الأهداف بتاعتنا والمشاكل اللي موجودة عندنا. عندنا أربع قوانين للتأمين الاجتماعي، قانون 79 لسنة 75، القانون ده بيأمن على فئة العمالة التي تعمل لدى الغير. عندي القانون 108 لسنة 1976، وده كان بيأمن على فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. عندي القانون 50 لسنة 1978، ده بيأمن على العمالة المصرية في الخارج. عندي قانون 112 لسنة 1980، ده قانون التأمين الاجتماعي الشامل، الفئات اللي ما شملهمش القوانين السابقة بتخضع للقانون ده وبالأخص العمالة غير المنتظمة.